السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية طلاب ثاني عشر علمي. إن شاء الله اليوم بدنا ناخذ خطوات إعادة كيف بنعيد إعادة تعريف أكبر عدد صحيح لسين. طبعا إحنا معنا بالتوجيه فقط اللي داخله اقتران تربيعي فقط. تمام. طبعا من حيث التأسيس إن شاء الله تعالى اللي راح تكون يعني تفرق معك في المنهج يا مس. أنا جدا مهمة. طيب في البداية في الخطوات، احنا بدنا نقرأ الخطوات وعلى أساسها احنا بدنا نشتغل. طبعا هذا أخذته بصف 11 علمي. أول إشي نجد طول الدرجة، بما إنه اقتران سلمي سمي الأكبر عدد صحيح اقتران سلمي، لازم أول إشي نجيب طول الدرجة. طول الدرجة عبارة عن واحد على القيمة المطلقة لمعامل س. اثنين، لازم نجيب صفر الاقتران. صفر الاقتران يعني ناخذ اللي داخل أكبر عدد صحيح ومنساويه بالصفر. هاي اللي احنا بنطلعها قيمة سين بنسميه نقطة الارتكاز أو الإسناد. بعدين بنحطه على خط الأعداد، بعدين بنحدد الفترات. إذا كان معامل سين موجب إشارة المساواة نضعها على بداية الفترات، وإذا كان معامل سين سالب نضع المساواة على نهاية الفترات. عشان هذا الكلام يكون واضح أمامك وترجع رجوع وتكون فاهمه، خلينا ناخذ أول مثال. أعد تعريف قاف السين يساوي أكبر عدد صحيح لثلاث سين ناقص ثلاث، حيث سين تنتمي للفترة المغلقة من صفر لواحد. تمام. أول إشي هذا مش اقتران قيمة مطلقة، هو أكبر عدد صحيح. فأول إشي بناخذ اللي داخل أكبر عدد صحيح وبنساويه بالصفر، زائد ثلاث زائد ثلاث، منها ثلاث سين تساوي ثلاث، على ثلاث على ثلاث، سين تساوي واحد. بعدين لازم نحسب، هاي أول خطوة. بعدين ثاني خطوة لازم نجيب نقطة الارتكاز، إيه عفوا طول الدرجة، كنا هاي أصلا اللي بنسميها اللي هي نقطة الارتكاز اللي طلعت معنا فوق، نقطة ارتكاز. بعدين رقم اثنين لازم نجيب طول الدرجة. يلا مين يقول لي إيش قانون طول الدرجة؟ واحد على القيمة المطلقة لمعامل سين. كم معامل سين عندك؟ ثلاث. إذا هان بدها تصير ثلث، طول الدرجة ثلث. طيب خلص جاهزة. بعدين بنجيب خط الأعداد، بنحط نقطة الارتكاز عندنا. شو نقطة الارتكاز طلعت أو الإسناد اللي هي واحد. هلأ على اليمين بنزيد طول الدرجة، احفظ، وعلى اليسار بطرح طول الدرجة. تمام. يلا زيد طول الدرجة اللي عندنا ثلث، واحد. كمان مرة، على اليمين بنزيد طول الدرجة وعلى اليسار بننقص طول الدرجة. هلأ تعي نزيد، واحد زائد ثلث. تمام. طبعا اذا ما بتعرف تحسبها، واكيد انت بتعرف تحسبها، اللي بتطلع 3 زائد 1 4 على 3. هلا انا في طالب بحكي لي طب ما يا مس انا محكم في، انا يعني معطينا على فتره. تمام، يعني بلزم اكمل؟ لا، لانه نهايتها لعند الواحد. هلا اطرح طول الدرجه، على اليمين بزيد طول الدرجه، على اليسار بنقص طول الدرجه من نقطه الارتكاز اللي عندي. واحد ناقص ثلث كم يا مس؟ واحد ناقص ثلث، بتوحد المقامات، ضرب ثلاث ضرب ثلاث، بتطلع اثنين على ثلاث. يلا نقص كمان مرة ثلث، اثنين على ثلاث ناقص ثلث اللي هي ثلث. طيب ناقص ثلث كده بتطلع هنا صفر. خلص بوقف. ليش؟ لأن أنا محدد بفترة يمس. من وين الفترة؟ من عند الصفر لعند الواحد مغلقة. كمان مرة حطينا نقطة الارتكاز، شايفها؟ عليها نجمة. على اليمين بزيد طول الدرجة، على اليسار بنقص طول الدرجة. واحد زائد ثلث اللي هي أربعة على ثلاث. خلص بوقف. طب ليش وقفت يا مس؟ أنا أصلا هو بده من عند الصفر لعند الواحد، فالواحد هيها، يعني أنا هسه من نروح لليسار بنقص طول الدرجة. واحد ناقص ثلث، اثنين على ثلاث ناقص ثلث، ثلث ناقص ثلث اللي هي صفر. جاهزة. حسب طول الدرجة مين اللي بحدد لي أنا أزيد ولا أرجع؟ أرجع رجوع حسب الفترة اللي معطيني إياها. إذا قاف السين انتبه هلأ كيف بدنا نعيد التعريف، اقتران متعدد القاعدة. تمام. بنفتح حانة يمس، بنفتح حانة يمس، بنكتب سين أكبر أقل، سين أكبر أقل، سين أكبر أقل. طب لوين أوقف؟ تنشوف هلا في البدايه احنا من وين نبلش؟ من عند الصفر. اذا رح نبلش من عند الصفر. تمام، هي من عند الصفر لوين بننتهي؟ حسب خط الاعداد لعند الثلث، هيها من صفر لثلث. بعدين ننزل تحت، ما هو سلمي، من ثلث لاثنين على ثلاث، بعدين من اثنين على ثلاث لعند الواحد، بعدين خلص. طيب هلا بتسالك سؤال، معامل سين موجب ولا ناقص؟
معامل س موجب، إذا المساواة على اليمين. هسا لو كان معامل س سالب، المساواة على اليسار، على يسار الفترة. لهان واضح؟ طيب هلا بدي أسألك سؤال، الفترة اللي معطينا إياها الصفر مغلقة، فعلا هيها المساواة عند الصفر. طب الواحد ما في عندها مساواة، إيش أسوي؟ بتنزل خطوة جديدة تحت وبتكتب س تساوي واحد. إذا بنزل تحت وبكتب س تساوي واحد، هيك أنا شملت الفترة المغلقة عندي من عند الصفر لعند الواحد. تمام؟ لهان واضح؟ طيب هلا شو بنعمل؟ بنروح للسؤال، شايفه قاف السين؟ هلا احنا منا قاف السين، القيم اللي عندي بتروح اللي عليها مساواة بتعوضها مكان سين. يلا انا وياك، اكبر عدد صحيح، الحل على جنب، اكبر عدد صحيح 3 ضرب 0 0 ناقص 3، تصير اكبر عدد صحيح للسالب 3. كم اكبر عدد صحيح للسالب 3؟ سالب 3 نفسه. يلا عوض ثلث، 3 ضرب ثلث 1 ناقص 3 سالب 2، أكبر عدد صحيح للسالب 2 سالب 2. طب عوض 2 على 3، 3 ضرب 2 على 3 2 ناقص 3، أكبر عدد صحيح للسالب 1 سالب 1. طبعا أنا قلت لك أمس هو اقتران سلمي صح؟ وإذا معامل س موجب، إشارة المساواة نضعها في بداية الفترة وبتكون صورة الاقتران بشكل تصاعدي. هيها فعلا بشكل تصاعدي. سالب 3 بعدين سالب 2 بعدين سالب 1 بشكل تصاعد، يعني طالع السلم. طب عوض 1، الثلاث في 1 3 ناقص 3 0. فعلا هيها القيم عندنا صورة الاقتران بشكل تصاعدي، وهذا اللي أخذناه. تمام يا مس؟ طيب إذا خلص هيك جاهز، إحنا هيك كنا قعدنا تعريف أكبر عدد صحيح ل 3 س ناقص 3. القيم اللي عندي مالها؟ القيم اللي عندي أعداد صحيحة، القيم هيها خلص هيك جاهز. خلينا ناخذ كمان مثال يا مس، واللي عنده أي استفسار يسجل عندنا الملاحظات، تناخذ ثاني مثال. تمام؟ نيجي نشوف المثال اللي بعده. أعد تعريف أكبر عدد صحيح لثلاث ناقص س على 2، حيث س تنتمي للفترة المغلقة سالب 2 و4. ركز معي يا مس، شو بدنا نسوي؟ أول خطوة، أول شيء قيمة مطلقة ولا أكبر عدد صحيح؟ أكبر عدد صحيح. فأول شيء بدنا نجيب طول الدرجة. القانون واحد على القيمة المطلقة لمعامل س، بدي أسألك كم معامل س سالب نص؟ واحد على سالب نص اكل بالكسر، شو بده يصير يا مس؟ 2. تعرفها صح؟ اللي بتصير واحد تقسيم نص، لأنه القيمة المطلقة للسالب بده يصير معك موجب. بنحول القسم لضرب وبنقلب الكسر الثاني، بصير 2 على 1 والجواب 2. طول الدرجة 2، بعدين بدنا نجيب صفر الاقتران. اللي هو داخل أكبر عدد صحيح بنساويه بالصفر. يلا بننكل الثلاث عند الجيران، بنعكس إشارتها، ناقص 3 ناقص 3. سالب س على 2 تساوي سالب 3. هلا انا بدي س صح؟ هلا هذا ما هو معامله اللي هو سالب نص، يعني ها يا بضرب في المقلوب، شو مقلوبه؟ سالب 2 على 1، وهنا ضرب سالب 2 على 1. طيب فبده يصير معك 6. إذا صفر الاقتران، أو اللي هو يعني أخذنا ما داخل الأكبر عدد صحيح وسوينا بالصفر. بعدين يا مس رقم 3 نحطه على خط الأعداد. صح ولا لا؟ يلا هلا أنا نقطة الارتكاز عندنا 6. بدي أسألك السؤال يا مس، هسا على اليمين بنزيد طول الدرجة، ولما أرجع أرجع بننقص طول الدرجة. طول الدرجة مع 2، 6 زائد 2 8، بديش أكمل وزيد طول الدرجة. ليه؟ لأن هالفترة أنا معطيني إياها من سالب 2 ل 4، إذا رح نرجع أرجع. 6 ناقص 2 4 ناقص 2 2 ناقص 2 2 ناقص 2 0 0 ناقص 2 سالب 2 ناقص 2 ناقص 2 سالب 4. بوقف الفترة اللي بده إياها من سالب 2 ل 4. طيب هلا شو بنعمل؟ قاف السين يساوي، ركز يا مس كيف بدنا نعيد التعريف. أنا آسف بدي أشطب السؤال اللي بعده ونحل تحتها. طيب قاف السين
تساوي بنفتح إعادة أكبر عدد صحيح، شو بنحط؟ فواصل، لأنه متعدد القاعدة. بعدين بنحط سين أكبر أقل، سين أكبر أقل زي ما علمتك، سين أكبر أقل، سين أكبر أقل، تنشوف لوين بدنا نوصل. هلا اللهم صل على الحبيب محمد، أنا من وين ببلش؟ من سالب 2، قلت لك إحنا بنكتب من اليسار لليمين، من سالب 2 لمين؟ لعند الصفر، الصفر بنزل تحت لأنه سلمي، من صفر لمين؟ لاثنين، بعدين من اثنين لمين؟ لأربعة، خلص. هلا بدي اسالك سؤال، معامل س عندنا موجب ولا سالب؟ معامل س عندنا سالب، اذا المساواه راح تكون في نهايه الفترات. لو معامل س موجب بتكون المساواه في بدايه الفترات. تمام يا مس؟ اذا المساواه راح تكون في نهايه الفترات. خلصنا. هلا بدي اسالك نشوف شامل الفتره ولا لا؟ الفتره عندنا لازم تبلش من عند السالب 2، بدي اسالك السالب 2 هان في مساواه؟ لا، بطلع فوق، هنا كنا ننزل تحت. هلا انت بتطلع فوق وبتكتب س تساوي سالب 2. تمام يا مس؟ اذا بنطلع فوق وبنكتب س تساوي سالب 2. عشان نعيد التعريف وتكون داخله. ضمنت السالب 2 داخل والاربعه عليها مساواه داخل. حلو لهان؟ طيب، هسا اللي عليها مساواة بنروح بنعوضها مكان س في الأكبر عدد صحيح، يلا أنا وياك. أكبر عدد صحيح لثلاثة ناقص سالب 2 على 2 ويساوي أكبر عدد صحيح لثلاث ناقص مع الناقص بتصير زائد 2 على 2 1، أكبر عدد صحيح للأربعة 4، إذا بنحط هاي كبالها 4. عوض يا مس هلا الصفر. أكبر عدد صحيح لثلاثة ناقص صفر، أكبر عدد صحيح للثلاث 3. عوض الاثنين، طبعا احنا قلنا اذا معامل س سالب نضع المساواة في نهاية الفترة. تمام يا مس؟ وبتكون عندنا قاعدة الاقتران، بتكون صورة الاقتران بشكل تنازلي. هناك تصاعدي هنا تنازل، هي 4 3 مين كل شو بعد شو اللي قبل، يعني احنا بشكل تنازلي نازلين، اللي بعدها بدها تكون 2. تعال نتأكد. أكبر عدد صحيح لا 3 ناقص 2 على 2 1، أكبر عدد صحيح لاثنين اثنين. طب عوض الأربعة، ثلاث ناقص أربعة لاثنين اثنين، أكبر عدد صحيح للواحد واحد. خلص إحنا هيك جاهز. إذا إحنا قعدنا تعريف مين يا ماس؟ أكبر عدد صحيح لثلاثة ناقص س على اثنين. جاهز. اقتران متعدد القاعدة، اقتران سلمي، هنا بطلع عليه، صح؟ المساواة معامل س سالب المساواة على نهاية الفترات بدها تكون، وبتكون الأعداد عندي بشكل مالها اي ام اس، بده مين يحكي لي بتكون بشكل تنازلي. خلص خلصنا هذا المثال، نكمل يا مس المثال اللي بعده. أعد تعريف قاف س يساوي س تربيع زائد أكبر عدد صحيح في الفترة المغلقة من عند الواحد وعند الثلاث مفتوحة. طب اللي بده يسجل يا مس هو مسجل، يعني ما تقلق، ومباشرة راح ننزله على القناة. طيب هلا في البداية المس قالت لنا شفنا أكبر عدد صحيح، شفنا قيمة مطلقة، لازم نعيد التعريف، وفي طلاب بخربشوا بيناتهم، فكل السؤال بعين، يعني شاف قيمة مطلقة وهو أكبر عدد صحيح، شاف أعادها على القيمة المطلقة، كل السؤال طار. طيب هلا الأكبر عدد صحيح، يلا نعيد التعريف، نعيد تعريف الأكبر عدد صحيح لس. أول شيء يا مس بناخذ اللي جوا وبنساويه بالصفر، طلعت نقطة الارتكاز صفر، بعدين بنوجد طول الدرجة. طول الدرجة واحد على معامل القيمة المطلقة لمعامل س واحد، بنحطه على خط الأعداد، هي صفر نقطة الارتكاز، على اليمين بزيد طول الدرجة، زائد واحد واحد، زائد واحد اثنين، زائد واحد ثلاث، أنا بنقص طول الدرجة، هلا هو معني من عند الصفر لعند الثلاث، خلص بوقف. أنا انتبه إن أنا بعيد مش في قاف السين، طبعًا قاف السين راح يكون بناء عليه اقتران متعدد القاعدة، هسا بنعيد إحنا بأكبر عدد صحيح لسين. يلا بعدين المس قالت لنا بنحط فواصل وبنحط فترات، اكبر اقل اكبر اقل اكبر اقل، معامل س موجب اذا المساواه على اليمين. يلا راح نبلش من عند الواحد، يلا بعدين اثنين، بعد الاثنين من اثنين، وبعدين ثلاث، اللي تحت مش ضروريه. ليه؟ لانها على الفتره اللي احنا عايزينها. طيب هلا بطلع يا مس بنعوض اكبر، اول شيء الواحد عليه مغلقه، نعم، الثلاث عليه مفتوحه، نعم، هسا لو الثلاث عليها مغلقه بنزل تحت وبعمل س تساوي ثلاث زي ما تعلمنا.
طيب عوض الواحد، أكبر عدد صحيح للواحد واحد، أكبر عدد صحيح لاثنين اثنين. بعدين يا مس بدنا نجيب قاف السين، إيش هي قاف السين؟ فبدها تصير قاف السين عبارة عن سين تربيع زائد أكبر عدد صحيح لسين، فمنا سين تربيع نجمع له، يلا سين تربيع بدي أزيد له واحد، هي هلا أنا أول قاعدة إلها واحد، لما سين أكبر من أو تساوي واحد أقل من اثنين، وسين تربيع زائد اثنين لما سين أكبر من أو تساوي اثنين أقل من الثلاث. إذا هاي قاف السين جاهزة، هنا أعد تعريفها، يعني سين تربيع زائد كل واحدة قيمة أنا طلعت معي خلاص جاهزة. أنت مش لازم تحط عند الثلاثة يساوي، هلا لأن أنا فترة مغلقة. الثلاث لا أنا مفتوحة، هاي تعني مفتوحة، هلا لو كانت بهاي الصورة هيك مغلقة، المفتوحة إلها صور يا مس، يا إما هيك معناها مفتوحة أو هيك معناها مفتوحة. تمام يا مس؟ يعني هذا الإشارة معناها مفتوحة. نعم نعم هانا تعني إنها هذا مفتوحة، نعم صحيح. خلينا نشوف السؤال اللي بعده، أعد تعريف قاف السين يساوي، إيش معطينا بالسؤال؟ أكبر عدد صحيح لسين زائد واحد حيث سين أكبر تساوي واحد أقل من أو تساوي اثنين، خمسة سين تربيع زائد ثلاث حيث سين أكبر من اثنين أقل من أو تساوي خمسة. تمام، شفنا أكبر عدد صحيح، لازم نروح نعيد تعريفه، إذا بنعيد تعريف أكبر عدد صحيح لسين زائد واحد. القاعدة بتقول يا مس بناخذ اللي جوا وبنساويها بالصفر وبنوجد صفر الاقتران. سالب واحد سالب واحد، ثواني يا مس، سين تساوي سالب واحد. بعدين لازم نجيب طول الدرجة، طول الدرجة واحد على القيمة المطلقة لمعامل سين واحد، بعدين بنحطه على خط الأعداد، قد إيه طلع معك نقطة الارتكاز؟ سالب واحد. على اليمين بزيد طول الدرجة، سالب واحد زائد واحد صفر، صفر زائد واحد واحد، زائد واحد اثنين إلى آخره. هلا أنا الفترة اللي قدامها بين الواحد وبين الاثنين، إذا خلص أنا يعني بدي آخذ الفترة أو المجال المعرف عليه. هلا بدي بين الواحد وبين الاثنين، هاي الواحد وهي الاثنين. بدي أسألك سؤال يا مس، معامل سين موجب، إذا المساواة على اليمين، بتروح بتعوض مكان سين واحد، واحد زائد واحد اثنين، أكبر عدد صحيح لاثنين اثنين. إذا قاف السين بنقدر هسه نستغنى عن الأكبر عدد صحيح ونحط مكانه أكبر عدد صحيح للسين زائد واحد خلال هاي الفترة اللي هي اثنين، خمسة سين تربيع زائد ثلاثة، بنزل الثاني مثل ما هو لما سين أكبر من اثنين أقل من أو تساوي خمسة. إذا هيك أنا بكون جاهز قاف السين. تمام، يسعدك يا كابتن سينمس. أعاد التعريف الأكبر عدد صحيح لسين زائد واحد، عندك مشكلة؟ لا، في الأكبر عدد صحيح جاهز. تمام، والقاعدة اللي تحت نزلتها زي ما هي، خمسة سين تربيع زائد ثلاث لما سين أكبر من اثنين أقل من أو تساوي خمسة، نزلتها زي ما هي، يعني أنا بدي قاف السين، رحت شلت الأكبر عدد صحيح وحطيت قيمته حسب ما أنا أعدت التعريف، والثاني نزل زي ما هو. تمام يا ماس؟ تمام. يلا، خلينا ننتقل لآخر إشي، طبعا هاي الخصائص إن شاء الله رح نستخدمها لقدام، بس افهموا لي إياها واحفظوها حفظ. أول خاصية لاقتران أكبر عدد صحيح بتكون أكبر عدد صحيح لسين تساوي نون، حيث نون ينتمي إلى صاد أعداد صحيحة، بقدر يعني هذا بيجيني بحل حل ما يلي، عملنا نفك هذا اللي عندنا الأكبر عدد صحيح. قاعدة بتقول بتاخذ اللي جواه، انتبه إنه هذا أكبر عدد صحيح، وبتحصره بين، في هون مساواة وهون ما في مساواة، بين نون وهنا بين نون زائد واحد، انتبه الداخل أخذته حصرته بين نون وبين نون زائد واحد وهنا في مساواة. يعني لو قلت لك أنا شو يعني أكبر عدد صحيح لسين تساوي ستة، في كل إياها بكل الداخل اللي هو سين راح أحصره، وانتبه إنه هنا في مساواة وعلى اليسار ما في مساواة، بين نون اللي هي ستة ونون زائد واحد هنا سبعة. تمام يا مس؟ يعني لو قلت لك أكبر عدد صحيح لا اثنين سين تساوي أربعة، في كل إياها أو حل ما يلي، بتقول لي الداخل أكبر من أو تساوي نون اللي هي أربعة هيها نون، أقل من نون زائد واحد اللي هي خمسة. شو عكس الضرب؟ قسمة، على اثنين على اثنين على اثنين بدها تصير سين أكبر من أو تساوي اثنين أقل من خمسة على اثنين. تمام يا ناس؟ هذا القاعدة، كيف بدكم تحفظوا القاعدة حفظ وكيف اشتغلنا عليها بشكل عام. طب اللي جوا لو كان مش سين، كان ألف سين زائد باي يساوي نون، كيف بنفكه؟ بناخذ يا مس اللي جوا
بده يكون أكبر من أو تساوي نون، أقل من نون زائد واحد حسب القاعدة اللي أخذناها. مثال حل المعادلة، هاي قيمة مطلقة ولا أكبر عدد صحيح؟ أكبر عدد صحيح. القاعدة أكبر عدد صحيح. نعم، بتاخذ اللي جوا بتحصره، أقل من أكبر ساوي وأقل، هنا نون اللي هي ثلاثة، أنا هاي نون وهي نون زائد واحد اللي هي أربعة. أنا عايز في ناقص واحد ناقص واحد ناقص ناقص واحد ناقص واحد. عينة، فبدها تصير س أكبر من أو تساوي 2 أقل من 3. هي حل المعادلة أنا عندي جاهز. بس كمان مرة بلفت الانتباه، عند الضرب أو القسمة بعدد سالب إشارة المتباينة تنقلب، ظلها في بالنا. طيب سؤال رقم 2، هاي أو ملاحظة رقم 2 جدا مهمة. أكبر عدد صحيح لس زائد أو ناقص ألف، بقدر أوزع الأكبر عدد صحيح، بده يصير معك، بده يصير معنا اكبر عدد صحيح، بنقدر نوزع الاكبر عدد صحيح، اكبر عدد صحيح ل س زائد او ناقص الف، بس هذا التوزيع بصيرش الا اذا بقي الف عدد صحيح، اذا كان الف مش عدد صحيح ما بزبط، تمام؟ يعني كسر ما بزبط، بس اذا كانت الف عدد صحيح، يعني اكبر عدد صحيح ل س زائد 5 هي اكبر عدد صحيح ل س زائد 5، وزعت. هلا اكبر عدد صحيح ل 2 س ناقص اكبر عدد صحيح لل3 اللي هي 3. فبدك تكون يا مس عارف الخاصية وعارف كيف احنا اشتغلنا عليها، تمام؟ اذا بده يصير اكبر عدد صحيح ل 2 س ناقص 5 او ناقص 3 حسب السؤال اللي عندي. شو الاكبر عدد صحيح ل س ناقص 1؟ اكبر عدد صحيح ل س ناقص اكبر عدد صحيح لل1 1. فقط هاي القاعدة بدك تحفظها، اذا كان الف لمين بتنتمي؟ الى صاد. إن شاء الله راح نكمل كمان في هاي الحصة اللي هي تأسيس في الاقترانات المثلثية. الاقترانات المثلثية من الحاجات المهمة جدا يا مس والأساسية، يعني هذا في الشيخ مادة توجيه، لحد الآن بيسألوني عن دائرة الوحدة وبيسألوني يعني مادة التأسيس، هذا لازم نكون إحنا عارفين ومتمكنين منها. أول شيء يا مس، أنت بتعرف إن النسب المثلثية نوعين، في عندنا أساسية وفي عندنا ثانوية، أخذتوه بتاسر. الأساسية اللي هم الجيب والجتا والظل، الثانوية القاطع والقتا والظتر. هذا مفروغ منه صح؟ انت بتعرف لما نيجي نطبق الجيب سواء الاساسيه او الثانويه لازم يكون عندنا المثلث مثلث قائم الزاويه. شو نوعه؟ مثلث قائم الزاويه، بنقدر بعدين نجيب النسب المثلثيه الاساسيه او الثانويه. خلصنا. قائم الزاويه انت بتعرف انه بيصنع لزاويه 90. بتعرف يا مس اللي قبال الزاويه 90 بنسميه الوتر، واللي ملزق والاضلاع الملزقه في الزاويه 90 بنسميها ضلعي القائمه. حلو لهان؟ حلو. اللي قبالي الزاويه 90 بنسميه الوتر، واللي وضلعي القائمه اللي عندي الزاويه 90، تمام؟ طيب هلا كيف بدنا نجيب النسب المثلثيه الاساسيه؟ لو فرضت لك ان هاي الزاويه انا عندي س وطلب مني جيب السين، ركز يا مس هذا اشياء اساسيه. الجيب انت بتعرفه عباره عن ايش؟ عن المقابل على الوتر، حفظ. المقابل الزاويه على الوتر. مقابل الزاويه السين مين هو؟ الضلع اللي قبال الزاويه س بتقول اللي هو ا ب، على الوتر مين هو الوتر؟ ا ج. خلصنا، حددنا الوتر وحددنا ضلعي القائمه. نيجي يا مس نجيب الجتا. الجتا انت حافظ قانونه، المجاور على الوتر، مش حافظه بعينك الله بتحفظه. مجاور الزاويه س مين هو الضلع الملزق في الزاويه س؟ اللي هو ج ب على الوتر، الوتر اللي هو ا ج. اول ما بلشت حددت مين هو الوتر. نيجي الظل، الظل المقابل على المجاور، المقابل على المجاور الزاوية اللي عندي. الزاوية س مين مقابلها؟ مين قبالها؟ أ ب. على المجاور مين اللي ملزق فيها الضلع؟ اللي هو ب ج. تمام؟ طيب نيجي للنسب المثلثية الثانوية، القاطع والقتا والظتا. ق س هو مقلوب الجتا، بدي أسألك القاطع فيه إت؟ لا، إذا هو مقلوب الجتا اللي فيه إت. واحد على جتا س. القتا مقلوب الجيب، يعني واحد على جيب السين. الضتا مقلوب الظل، واحد على ضا سين. كمان مرة، القاطع هو واحد على جتا، والقتا واحد على جيب، والضتا واحد على ظل. تمام يا مس؟ هذول الأشياء أساسية لازم أنت تكون عارفها وعارف. اللهم صل عليك يا نبي. الزوايا الأساسية اللي أخذتوها يا مس سابقا، وهذا فيش مجال، أنتم ما معكم آلة حاسبة، لازم تكونوا حافظينها، اللي هم ال 30 وال 60 وال 45، هذول زوايا اساسيه لازم نكون عارفين الجيب والجتا والظل الهم. لو سالتك كم جيب ال 30 بتقول لي نص،
كم جذر 30؟ جذر الثلاث على 2. كم ظل الثلاثين؟ واحد على جذر الثلاث. هلا جيب الستين نفس جذر 30، جذر الثلاث على 2، جذر الستين نفس جيب الثلاثين نص وكلبها، الظل هي جذر الثلاث. حفظ يا بس بعينك الله، بدك تلاقي طريقة تحفظهم. جيب ال 45 هاي سهلة، واحد على جذر 2 جتاها واحد على جذر 2 ظلها واحد. هذول حفظ، إن الزوايا 30 و60 و45 الجيب والجتا والظل إلهم حفظ. تمام يا مس؟ طيب نيجي يا مس لتعريف دائرة الوحدة، اللي هذا الكل عندهم مشكلة بدائرة الوحدة. إيش يعني دائرة الوحدة؟ دائرة الوحدة هي دائرة نصف قطرها وحدة واحدة ومركزها نصف القطر. كمان مرة، إيش دائرة الوحدة؟ هي دائرة نصف قطرها وحدة واحدة ومركزها نقطة الأصل صفر وصفر، هاي اسمها دائرة الوحدة. تمام؟ ودائما يمس بتكون معادلتها س تربيع زائد ص تربيع تساوي ن ق تربيع، لو نص القطر عندك واحد. كمان مرة، إيش هي دائرة الوحدة؟ هي دائرة، تعرف الدائرة صح؟ قد ايه مركزها؟ صفر وصفر. قد ايه نصف قطرها؟ وحدة واحدة. الدائرة أشياء أساسية فيها المركز ونص القطر. تمام؟ شو معادلتها بشكل عام؟ س تربيع زائد ص تربيع تساوي ن ق تربيع، يعني واحد تربيع اللي هو الواحد. طيب بشكل عام عشان هذا أساسي مش مجال، لازم تكون عارف شو معادلة الدائرة مركزها بشكل عام ميم ونون نصف قطرها نون قاف، بشكل عام شو قاعدتها؟ مين يقول لي؟ س ناقص نون ميم لكل تربيع زائد ص ناقص نون لكل تربيع تساوي نون قاف تربيع. هاي بشكل عام. يعني عشان تعرف هذا التطبيق، لو قلت لك جد معادلة دائرة، بدي حدا يجاوبني لو سمحتوا. معادلة دائرة نص قطرها 3 ومركزها 1 و2، مين يحكي لي شو معادلة هاي الدائرة؟ مين بيقدر يكون لي إياها؟ هاي هالقاعدة. أي يا مس، هاي المركز، هاي ميم وهاي نون. معادلة الدائرة بالتطبيق فوق بدها تصير س ناقص ميم اي ام اس س ناقص ميم اللي هي واحد لكل تربيع زائد مين يكمل لي؟ صاد ناقص 2 تربيع ناقص 2 تربيع، ايوه، يساوي نص القطر تربيع. انا شو بده يصير يا مس؟ تسعة نعم تسعة نعم صحيح. خلص اذا هيها معادله الدائره، اذا معروف المركز بشكل عام ومعروف نصف القطر. طب شو هي دائره الوحده؟ هي دائره نص قطرها وحده واحده ومركزها صفر وصفر. فلو طبقنا على القاعده بتكون هي معادلتها، س تربيع زائد ص تربيع تساوي واحد تربيع اللي هو واحد. طب وين نص القطر؟ ما هي اصلها س ناقص صفر لكل تربيع، وين المركز؟ لانه هنا مركزها اللي هو نقطه الاصل صفر وصفر. تمام. هلا زاوية الوحدة، أو عفوا دائرة الوحدة، منوين جبتها هاي؟ دائرة الوحدة يا مس زي اللي أمامك، قلنا نصف قطرها واحد. طيب فلو إجينا مثلناها إحنا على المستوى الديكارتي، هاي النقطة بده يكون واحد وصفر، وهاي صفر وواحد، وعندنا هدول بنسميهم يا مس الزوايا الربعية، سالب واحد وصفر، وفي عندنا هنا اللي هي صفر وسالب واحد، هدول حفظ. هلا الزاويه اللي هان اللي هي 0 درجه او 360 درجه، هان 90، هان 180 درجه، وهان 270 درجه. طبعا اخذتوه يا مس، مش جديد عليكم. كمان مره، 1 و0، 0 و1، سالب 1 و0، 0 وسالب 1. بدنا نطول يا مس الجيب والجتا والظل والثانويه للزوايا الربعيه، بدك ترسم الدائره وتظلها في مخيلتك حافظها. فلو سألتك يا مس كم جيب الصفر، انت بتعرف اي زوج مرتب بكون بتكون من سين وصاد، يعني اول اشي الجيب وبعدين الجتا، حفظ الجيب بعدين الجتا. فلو سألتك كم جيب الصفر بتقول لي صفر، هاي كم جيب الصفر؟ صفر. طيب مين يقول لي كم جتا الصفر؟ واحد واحد واحد. لو سألتك يا مس كم جتا التسعين؟ صفر صفر. نعم. صفر لو سألتك يا مس كم جيب ال 270؟ صفر سالب سالب واحد واحد سالب واحد. سالب واحد طب احنا سالب واحد بنتحدث عن الجيب، نعم صحيح.
خلص إذا هيك بنكون بدنا نكون حافظينها وعارفينها كيف بنحسب للزوايا الربعية. أمامك يا مس بدك تكون عارفها. هسا لو طلب مني يا مس ظل الصفر، أنت بتعرف إنه الظل هو عبارة، احفظ، الظل هو عبارة عن الجيب على جيب الجهة. على الجهة. نعم صحيح، نحكيش مع بعض لو سمحتوا يا مس، حدا أنا خليني أشرح شوي وبعدين بعطيكم مجال تجاوبوا. طبعا الظل هو عبارة عن جيب على جتا، جيب الصفر عندك صفر، على الجتا الصفر اللي هو واحد، فصفر على واحد صفر. لو طلب منا ظل التسعين، الظل هو عبارة عن جيب على جتا. طيب غير معرف. نعم صحيح، بده يكون واحد على صفر غير معرف. نعم صحيح. تمام، هلا نيجي يا مس للإشي المهم. إذا الأساسية فهمناها وأمورنا تمام. نيجي يا مس للزوايا اللي أنا مش عارفها. أنا عارف الثلاثين والستين والخمس وأربعين، هذول بنسميهم الزوايا اللي إحنا رح نشتغل عليها. فاهمين علي؟ أساسية 30 و60 و45، أو الزوايا الربعية اللي بنعرفها. الصفر و360 اللي هي 2 باي، وال90 اللي هي باي على 2، والباي اللي هي ال180، و3 باي على 2 ال270. تمام؟ هلا نيجي مثلا لو طلب منا يا مس نصلي على النبي، كثير سهل الموضوع، ما بدوش اي تعقيد، ما بعقدش، احنا بدنا نحفظ. هلا يا مس في ملاحظات اساسيه قبل ما نحل هذا المثال. اذا عرفنا النسب المثلثيه الاساسيه والثانويه لل 30 وال 60 وال 45، بعرف اطلعهم على القواعد اللي اخذناهم، واخذنا النسب المثلثيه الاساسيه ولمين للزوايا الربعيه، خلصنا. هسا لو اجت زوايا ثانيه كيف بدنا نتعامل معاها؟ بناء خلصت على المتوقع. عليك يا نبي. هلا يا مس بدي احكي لكم شغله، انتوا اخذتوا زمان او في المدارس انه في الربع الاول احنا يقسم عندنا المستوى الديكارتي لاربع ارباع، في عندنا الربع الاول، في عندنا الربع الثاني هيك بمشي، والربع الثالث، وهنا الربع الرابع. في حاجات هنا اساسيه مس، يا الله شو هسه، يعني انت بتكتسب مهارات ومهمه جدا يا مس. 360 يا من زاوية 360. هلا انا بدي اريح عليك شغله، طول بالك يا مس، طول بالك، خذ نفس، طلع علي. هلا في الربع الاول الكل موجب، الجيب والجتا كله، الاساسيه والثانويه الكل موجب، الكل موجب. في الربع الثاني بس الجيب موجب، في الربع الثالث بس الظل موجب، كل جيب يظلله جتا، صح؟ او كل حاكم ظالم جته نيل، ابقى اكيد يعني اعطوكم طريقه والله ماني عارفه للحفظ. كل جيب يظلله جتا، في الربع كل الرابع جبار بس ظالم جاته الجتا. داهية، نعم كل صحيح، حاكم ظالم جته. المهم ان نكون احنا حافظينها، بس ننظم الاجابات. الله يسعدكم عشان لما تيجوا ترجعوا للتسجيل تكونوا فاهمين. كل جيب يظلله جتا، اذا في الربع الاول كل موجب، في الربع الثاني بس الجيب موجب، في الربع الثالث الظل موجب، في الربع الرابع الجتا موجب. اسمعني يا مس، انا بدي اريح عليك. اذا طلب مني ايجاد الجيب والجتا اللي هم النسب المثلثيه لزوايا انا عندي مش معروفه، يعني ال 30 مش 30 و60 ولا 45، هدفي اصغر الزاويه. انت خلص خذها مني هيك، هدفي اصغر الزاويه، اوصل هاي الزاويه لزوايا معروفه، لزاويه انا بعرف اجيب جيبها وجتاها وظلها. اتفقنا بهاي النقطه؟ اتفقنا يا مس. هلا الزوايا المعروفه قلنا اللي هي 30 و60 و45، او لزوايا تكون عندي اللي هي الربعيه. يعني انا هذا هدفي بهذا السؤال، هدفي بالحل. اللهم صل عليك يا نبي. هلا طالب مني يا مس نركز، طالب مني ايجاد الزاويه جيب ال 120، ال 120 مش اللي انا حافظها، اللي حافظهم ال 30 وال60 وال45. تمام، بسال حالي سؤال انا يا مس، ال 120 في اي ربع؟ اول شيء هذا اللي بعمله، هذا هو اللي انتم عايزينه، اللي انتم مش فاهمينه. ال 120 بتعرف انها في الربع الثاني، ليه؟ لانها هنا 90، هان 180، هان 270، هان في عندنا 360. ال 120 في الربع الثاني، اذا حددت انها في الربع الثاني، بسال حالي السؤال الجيب موجب ولا سالب موجب؟ فبتحط موجب. خلصنا، انا بدي اريحك، حط موجب. هلا في الربع الثاني انا هدفي اصغرها للزاويه ال 120، طب كيف اعمل؟ بتكون في الربع الثاني احفظ 180 ناقصها.
180 ناقص الزاوية اللي معطيني إياها ناقصها اللي معطيك إياها بالسؤال. فبنقول 180 ناقص 120 كم؟ اللي هي 60. خلاص هيها جاهزة، هيها جبناها رجعناها، يعني احنا كأننا قاعدين بنرجعها، يعني كأننا بنرجعها للزوايا المرجعية اللي احنا عارفينها، ال 30 وال 60 وال 45. فالزاوية اللي عندي شو بتمثل من الزاوية الرجعية؟ 180 ناقص، بس انتبه بلاش تقولوا انا جمعت، 180 ناقص 120 اللي هي 60. خلص اذا نفسها جيب ال 60، كم جيب ال 60؟ بتعرف انت صرت حافظهن صح؟ كم جيب ال 60؟ نفس جذر ال 30، يعني جذر الثلاث على 2. هذول مشكلتك لازم تكون انت حافظهن، اي طريقه بدك تكون حافظهن. ماشي يا مس؟ انت بتعرف يا مس اللي بين ال 90 وال 180 في الربع الثاني، بين ال 180 وال 270 في الربع الثالث، بين ال 270 وال 360 في الربع الرابع. تمام يا مس؟ يلا نيجي نشوف ال 150، ال 150 في الربع الثاني، ايضا بنقول 180 ناقص 150. كم 180 ناقص 150 يا مس؟ ايوه اللي هي 30 درجة. اذا بنعرفها. اول شيء طب يا مس انت ما قلت لناش في الربع الثاني الجتا موجب ولا سالب؟ سالب، فبنحط سالب جتا ال 30 ويساوي سالب كم جتا ال 30 يا مس؟ جذر الثلاث على 2. اذا اتوقع ان هاي ان شاء الله انها مفهومه يا مس، فيش عندنا اي مشاكل. نيجي اللي بعدها، ظل ال 135، ايضا ال 135 في اي ربع؟ الثاني. هدفي شو؟ اكبر الزاويه ولا اصغرها؟ اصغرها. شو بنقول؟ 180 ناقص 135 اللي بتطلع 45 درجه. فبتطلع 45 درجة. إذا ظل، طب في الربع الثاني موجب ولا سالب؟ سالب، إذا سالب ظل ال 45 ويساوي سالب كذا ظل ال 45 اللي هي 1. نيجي جتا إيش هلأ طالب مني يا مس؟ اللهم صل على الحبيب محمد. طالب مني جتا ال 240، جتا ال 240، يا ال 240 في أي ربع صار؟ في الربع الثالث. كمان مرة يا مس، هدفي أزيد الزاوية ولا أنقصها؟ تصغر معي، يعني تكبر لسه ولا تصغر؟ لا تصغر، صح ولا لا؟ فال 240 شو بنعمل صح في الربع الثالث؟ أيضاً بقول بس هلأ مش 180 ناقصها، بقول الزاوية اللي معطيني إياها ناقص 180. الزاوية اللي معطيني إياها ناقص 180 درجة. كمان مرة أنا هدفي تصغر الزاوية، طب ال 240 يا مس في الربع الثالث شو أسوي؟ بقول هسا 240 ناقص 180. تمام؟ إذا 240 ناقص 180 درجة اللي بتطلع 60. صح؟ هلا الجتا في الربع الثالث موجب ولا سالب؟ سالب، إذا بدها تكون سالب جتا ال 60. سالب، كم جتا ال 60؟ نفس جيب ال 30 نص. تمام يا مس؟ هدفي تصغر الزاوية، خلص حافظين ما احنا الأساسية يا مس، مش صعبة. هسا نيجي ظل ال 210، بدي أسألك ال 210 يلا أنا وياك في أي ربع؟ بتقول لي الثالث، حلو. هدفي تكبر الزاوية ولا تصغر عشان أعرفها؟ تصغر. شو بنقول؟ بس هاي 210 في الربع الثالث، بنقول 210 ناقص 180، 210 ناقص 180 اللي هي 30. الظل في الربع الثالث موجب ولا سالب؟ موجب، إذا موجب ظل الثلاثين. كم ظل الثلاثين يا مس؟ اللي هي واحد على جذر الثلاث. تمام يا مس؟ هسا نيجي رقم ستة، بده ظل الثلاثمية. الثلاثمية بأي ربع؟ في الربع الرابع، هاي أسهل منها ما في. في الربع الرابع يا مس احفظوها، في الربع الرابع منقول 360 ناقص الزاوية. إذا بنقول 360 في الربع الرابع بطرح 300 ناقص 300، 360 ناقص 300 كم يا مس؟ 60. إذا نفسها ظل ال 60، طب ما شفتيش يا مس موجب ولا سالب؟ الظل في الربع الرابع سالب لأنه بس الجتا موجب. سالب
ظل الستين، مين يقول لي كم ظل الستين؟ كم ظل الستين يا ميس؟ جذر الثلاث. نعم صحيح، إذا سالب جذر الثلاث. هي الإجابات معنا. تمام يا ميس، سالب جذر الثلاثة عدنا. خلص جاهز، هذا هو، هذا هو الموضوع المستصعبين منه الطلاب. كيف نحسب الجيب والجتا لزوايا انا مش معروفه 30 و60 و45؟ هذول اللي بعرفهم حافظهم. كيف بنقيس عليها في الربع الثاني؟ يعني تقع بين ال 90 وال 180، بقول 180 ناقص الزاويه اللي معطيني اياها، بنصغرها وبنشوف الاشاره. في الربع الثاني بس الجيب الموجب والباقي سالب. في الربع الثالث اجت الزاويه بين ال 180 وال 270، بنقول الزاويه اللي معطيني اياها ناقص 180، لاني هدفي اصغرها. في الربع الثالث بس الظل موجب والباقي سوالب. نيجي الربع الرابع بنقول 360 ناقص الزاويه اللي معطيني اياها، خلصنا. في الربع الرابع بس الظل موجب والباقي سوالب. هلا بدنا نكمل يا مس حل المعادلات المثلثيه، وهي الجزئيه جدا مهمه. كيف بدنا نحل معادله مثلثيه؟ اوكي، بقول لك يا مس حل المعادله هسه، شو فرقيتها عن السؤال اللي قبل؟ احنا كنا نطلع الجيب والجتا للزوايا اللي بعطينا اياها، هلا احنا حل المعادله المثلثيه من وجهه الزاويه س. هلا في الفرع اللي قبله كانت معروفه س الزاويه، هسه انا بدي اجيبها. عرفنا شو الاختلاف؟ طيب الزاويه س اذا ما اعطي جوابها، يعني هلا معطينا الجيب والاقتران الدائره او المثلثي لها جاهز، بس انا بدنا نجيب جيب. بدنا نجيب سين الزاويه اللي عندنا، كيف هاي بدنا نجيبها؟ عشان هيك في طلاب كثير يا مس، هاي ماده تاسيسيه مهمه، كله بالقيم القصوى رح نشتغل عليها. التزايد تناقص قصدي، كله رح نشتغل عليه، شيء اساسي مهم جدا. يعني اثناء الحل رح ينتج معي هيك. تمام؟ طيب جيب السين تساوي نص، ومعرف لي اياها على فتره، مشتغل لي اياها على فتره. اول حاجه يا مس بسال حالي سؤال، انا عايز سين. انا عايز ايش؟ سين. هلا أنا بدي أعطيك طريقة لإيجاد الزاوية إذا أعطانا جواب الاقتران الدائري، شو الحالة الثانية؟ أكتب عندك إيجاد، كيف بوجد الزاوية إذا معطى جواب الاقتران الدائري، جواب الاقتران الدائري. يلا أول إشي يا مس بنحدد الجواب اللي معطينا اياه، الجواب معطينا ايش؟ جواب مو اشارته موجب ولا سالب؟ موجب. طيب بس على حال سؤال يا مس، الجيب وين موجب؟ يعني انا موجب، اذا هيها ها هيكون جيب يظلله جتا. بس على حال سؤال يا مس، الجيب وين موجب؟ في الربع الاول والثاني، اتفقنا عليها؟ طيب بعدين يا مس، طيب سهل جدا يا مس، بسأل حالي سؤال، مين هي الزاوية اللي جيبها نص؟ كمان مرة، مين هي الزاوية اللي جيبها نص؟ برجع للي في حافظهم أنا، بعرف اللي جيبها نص الثلاثين. تمام؟ إذا راح آخذها ليش؟ لأنه الجيب موجب في الربع الأول وفي الربع الثاني، إذا س تساوي 30. في الربع الأول، طب بس آخذ ال 30؟ لا، لأنه الجيب موجب أيضا في الربع الثاني. إذا بدنا نحدد الأرباع يا مس، نشوف وين موجب. في الربع الثاني عشان نجيب الزاوية، احفظ يا مثلا احنا بدنا نجيب س، بنقول في الربع الثاني 180 ناقص 30 اللي طلعت معي، ف180 ناقص 30 150. إذا مين يقول لي شو مجموعة الحل؟ في الربع الثاني، في الربع الأول والثاني الجيب موجب، إذا مين الزاوية اللي جيبهم نص طلعت ال 30 ومين ال 150؟ 30 وال 150. هلا نظرا يا مس انه الفتره اللي معطيني اياها بالتقدير الدائري من 0 ل 360، الافضل يا مس ان نحولهم لتقدير دائري، والكل بيعرف كيف بنحول لتقدير دائري. الزاويه بضربها في باي وبنقسمها على 180. تمام؟ يلا انا وياك نختصر، طبعا انت ممتاز بالاختصارات، صفر مع صفر بتشطب. يلا على 3 1، 18 على 3 كم يا مس؟ 6، فبتطلع باي على 6. 6. نعم صحيح، هي جاهزة. نيجي لل 150، ال 150 بضربها في باي ومنقسمها على 180. صفر مع صفر بتشطب.
ع3 5، ع3 6، فبتطلع 5 بايعة 6. إذا مجموعة الحل طلعت بالتقدير الدائري بايعة 6، إحنا بنخصمش في التوجيه، بس الأفضل طلعوها بالتقدير الدائري. خلاص جاهز. إذا 30 و150، إذا بنشتغل أول إشي نحدد إشارة الجواب، موجب ولا سالب، ونشوف شو الأرباع اللي بدنا نشتغل عليها. بالربع الثاني الحالي طن طول الزاوية من كل 180 ناقصها اللي إحنا طولناها، يعني الزاوية سين أو سين اللي معطيني إياها اللي أنا طولتها أو جبتها. جاهزين؟ خلاص يا ميس. إذا من طول الزاوية هذه هي الزاوية المرجعية اللي أنا عارفها، وبعدين بنشوف الأرباع يعني في الربع الثاني وين موجب حسب القاعدة اللي أنا بعطيك إياها. هلا نشوف اللي بعده. هلا اللي بعدها حل المعادلة اللي بعدها، جتا س تساوي نص ومعطينا معرف على الفترة، القيم اللي بدي أخذها من 0 ل 360. طيب هلا بس على الحالي سؤال، مس قالت لو شو بنحدد إشارة الجواب، شو إشارته؟ موجب. نقول في أي ربع؟ يلا وين الجتا موجب؟ مباشرة في الربع الأول والربع الرابع، الجتا موجب في الربع الأول والرابع. حلو يا مس. بسأل حالي سؤال، أني الزاوية اللي أنا في مخي حافظها اللي جتاها نص، مين كل مين هي الزاوية اللي جتاها نص؟ ستين ستين إذا سين ستين تساوي 60 درجة اللي في الربع الأول. حلو جبناها خلصنا. هسا بدنا نجيب في الربع الرابع. طب يا مس في الربع الرابع كيف منجيبها؟ هلا انتبه، ثلاثمية أنا مش وستين اللي ناقص بدي أصغرها، انه مش هسه فكرة، انا بدي في الربع الرابع كيف اجيبها. نحفظ في الربع الثاني اخذنا 180 ناقصها عشان نجيب ناقصها. الزاوية. هلا بنقول في الربع الرابع 360 ناقصها، فبنقول في الربع الرابع 360 ناقص 60 مس هاي. الفترة اللي 360 نعم 2 باي، 2 باي اللي هي لل 360 درجة. ففي وباي الربع لحالها الرابع هي السؤال الأول، يعني لسه ل 360 السؤال الأول. يعني أنا بس بدي إياها موجبة، فطلعت بس موجبة في الربع الأول والثاني، الثالث والرابع ما هي سالبات، أنا مش معني فيها، أنا بس معني في الربع الأول والثاني لأنه الجيب بس موجب في الربع الأول والثاني. السؤال اللي بعده أنا عايزها موجب بس في الربع الأول والرابع، الثاني والثالث باخذوش. هلا الستين بتنتمي للفترة، نعم تنتمي باخذها، ال300 تنتمي للفترة، نعم تنتمي، إذا بدي أخذها. إذا مجموعة الحل يا مس راح تصفي معك اللي هي 60 و300، واجب لإلك تحولها لتقدير دائم، أنت حولهم لتقدير دائم اللي هي بتطلع معك بايعة 3 عشان تتأكد حلك صح. أبهطها وأعطيتك الطريقة، بتضرب في باي وبتقسم على 108، بتطلع بايعة 3 5 بار على 3. جاهزين؟ إذا عشان نجيب الزاوية اللي في الربع الرابع بنقول من طولها الزاوية المرجعية، وبعدين بنقول 360 ناقصها، في الربع الثاني 180 ناقصها عشان نجيبها في الربع الثاني. خلص حفظنا القاعدة وعرفنا كيف بنميز بيناتهم. نيجي نشوف فرع ثلاث، ظل الزاوية س تساوي سالب واحد ومعرف على الفترة بين 0 و360. ركز معي، المس قالت انها نحل معادله من نحسب س، المس قالت ان اول شيء بنشوف الاشاره، بنحدد الاشاره، شو الاشاره عندي؟ سالب. بس سالب ثاني سؤال، الظل وين سالب؟ الظل سالب ثاني وردة في الأول الثاني، والثالث. انا بدي وين سالب؟ لو سمحتوا ما نحكيش مع بعض شويه، مس ما حدا نحكي مع بعض. الظل أنا سالب في الربع الثاني والرابع. الرابع نعم صحيح، في الربع الثاني وفي الربع الرابع. طيب هلا يا مس في الربع كمان مرة، الثاني والرابع، ثواني يا مس بسأل حالي سؤال، حددت انا شو اللي معني فيهم، كمان مرة شو اللي معني فيهم؟ الربع الثاني والرابع. طب يا مس ما انت بدك المرجعية، ما بزبط بدي المرجعية، فبسأل حالي سؤال، مين هي الزاوية اللي ظلها واحد؟ بتقول لي الخمسة، 45 هاي ال 45 هي زاوية مرجعية بتظلها معي، يعني صح انا مش راح اخذها لانها تظل في الربع الاول موجب، بس انا بس عايزها غير استعين فيها. اللي في الربع الثاني والرابع. نعم صحيح، في الربع الثاني المس قالت ان 180 ناقصها، ف 180 ناقص 45 تطلع 135 درجة. في الربع الرابع يلا شو القاعدة؟ 360 ناقص 45 كيف بتطلع؟
315 205. نعم صح. فمجموع اول شيء بتطلع ال 135 هل تنتمي للفتره بين الصفر وال 360؟ تنتمي. 315 هل تنتمي للفتره؟ نعم تنتمي. لو كانت الفتره بين 0 و180 ال 315 باخذها، باخذهاش عفوا، بتكون مجموعه الحل بس 135. اذا مجموعه الحل عشانها بتنتمي للفتره راح تكون 135 و315 درجه. تحولها للتقدير الدائري، هذا واجب عليك، تضرب في باي وتقسم على 180، بتطلع يا مس معك 3 باي على 4، وعلمتك كيف نختصر، معك آلة حاسبة، و7 باي على 4. تمام يا مس، جاهزين؟ خلينا نشوف السؤال الرابع. جتا س تساوي سالب جذر 3 على 2، والزاوية س تنتمي للفترة بين 0 و360، مين حابب يحل لنا إياها؟ واحد لو سمحت. يعني يا مس آخر جزئية مش فاهمها يا مس. اتفضل يا مس، مش سامعة. آخر جزئية مش فاهمها في السؤال ده. اتفضل، هيا إيش هي الجزئية؟ سألني عنها. تبع التحويل، شيء كيف أحول؟ طلع كيف بنحول، 135 درجة بتضرب في باي وبتقسم على 180، صعب القاعدة؟ صحيح. تذكرت طبعا. هلا بتختصر بين ال 135 على ال 180، ظليت نختصر تصارف 3 باي على 4. تمام. طيب يلا تفضلي اللي رافعة ايدها، تفضل يا ميس، تفضل اذا بدك تجاوبيني. تفضل يا ميس. اجاوب السؤال؟ يا ميس اذا بدك تجاوبيه. تجاوب. تفضل يا ميس. اول شيء بما انها سالبة فانها يا اما بتكون في الربع الثاني او الربع الثالث. شوي حبيبتي، يعني انا اللي بدي اياها في الربع الثاني والربع الثالث. تفضل يا مس. الحين زاوية الإسناد بتكون الزاوية 30. يعني أني هي الزاوية اللي جتاها جذر الثلاثة على 2 اللي هي مين؟ الزاوية 30. 30 درجة، نعم صحيح، بس مش رح آخذها، هسا أنا بدي في الربع الثاني والثالث، في الربع الثاني يا مس شو الحين هذه هي زاوية الإسناد، الحين الزاوية اللي في الربع الثاني تساوي 180 ناقص زاوية الإسناد، يعني 150. يعني راح آخذها، هل تنتمي للفترة ولا لا تنتمي؟ تنتمي. يلا في الربع الثالث، عارفة شو بنعمل في الربع؟ أنا بدي سين في الربع الثالث، يعني بدي إياها في الربع شو بنسوي؟ 180 زائد زاوية الإسناد، يعني 180 زائد 30. لأن أنا بدي سين، يعني أنا عايزها في الربع الثالث، يعني بدي إياها، كم قيمتها في الربع الثالث؟ ف 180 زائد 30 كده بتطلع يا ماس؟ 210. 210. إذا هل تنتمي للفترة ولا لا تنتمي؟ لازم. لا تنتمي. تنتمي، إذا مجموعة الحل راح تكون 150 درجة و210 درجة، وبنعرف نحولهم لتقدير دائري، بضرب في باي وبنقسم على 180، بتطلع 5 باي على 6 وبتطلع 7 باي على 6. في حدا عنده أي استفسار؟ يلا، مين يحل لي رقم 5 لو سمحتوا يا مس؟ ظل السين تساوي 1 على جذر 3. أنا يا مس. تفضل يا مس، شو اسمك؟ فاطمة. تفضل يا مس. أول إشي بنشوفها موجب، هي موجب عنا، بنشوف في أي ربع موجب. وين؟ كل جيب يظل له جتاه، إذا في الربع الأول والربع الثالث. تمام. الربع الأول مين هي الزاوية اللي ظلها واحد على جذر الثلاث؟ 30. ممتاز. 30 درجة، في الربع الثالث كيف بنجيبها؟ بنقول 180 زائد 30. نعم. اللي هي 210. هل تنتمي 30، هل تنتمي للفترة؟ الثلاثين تنتمي للفترة والمئتين وعشرة تنتمي للفترة. إذا شو مجموعة الحل؟ 30 و210. لما نيجي نحولهن راح تكون باي على 6 و 7 باي على 6 و7 باي على 6. نعم صح، ممتاز. طب مين يحل لنا رقم 6؟ جيب السين، تفضلي يا منار. أول حاجة عندي هنا جيب السين تساوي سالب نص، يعني بناخد زاوية الإسناد 30، وبنعرف الجيب وين سالبة في الربع الرابع والثالث.
ربع الرابع والثالث. نعم صحيح. باخذ القاعدة، القاعدة بتحكي لها ناقص 180 يعني 30 ناقص الربع الثالث أنا بدي إياها، عايزها يعني بدي إياها كم في الربع الثالث، فبقول مش 180 زائدها. ما أنت بدك إياها، ما بدك تخبريها، يعني أنا بدي سي. تمام. باخذ 180 زائد 30 بيطلع مع الجواب 210 210. تمام. وفي الربع الرابع وفي الربع الرابع باخذ 360 ناقص 30 بتطلع معي 330. هل ال 210 تنتمي للفترة؟ بتنتمي للفترة، نعم. و330 تنتمي للفترة. إذا شو مجموعة الحل يا مس؟ مجموعة الحل 210 و330 لما بدي احولها للتقدير الدائري. ثواني بس، تطلع 7 باي على 6، 11 باي على 6. صحيح. يمس في الربع الرابع ما بنقول 270 زائد 30؟ 360 في الربع الرابع، القاعدة 360. تمام. تمام. اللي بعدها تفضلي يا شهد، تفضلي يا مس، رقم 7 حلي لنا اياها. اللي هي جاب 2 سين تساوي جذر 3 على 2، بتطلع جاب 60، لأنه 2 في 30 هي جاب 60. طب استني شوي يا مس، هلا يا مس انا الزاويه اللي عندي سين ولا 2 سين؟ 2 سين. طيب يعني انا هسه اللي بدنا نطولها 2 سين تساوي، صح ولا لا؟ هلا يلا انا بدي اشوف انا كيف بدك تتبعي، لان شوي هاي ماكنه 7 و8 بدها شويه شغل. هلا بسال حالي سؤال، انسيك من الزاويه، مين الزاويه اللي عندنا 2 سين تساوي الزاويه؟ بسال حالي سؤال، مين هي اول شيء تجيب وين موجب يا مس؟ بالأول والثاني. ممتازة. بس على حال سؤال، مين هي الزاوية اللي جيبها جذر الثلاث على اثنين؟ اللي هي 60، جايب 60. ممتازة. يعني أنا 2 سين طلعتها 60، أو الزاوية اللي عندي اللي هي 2 سين تساوي في الربع الثاني، كيف بنجيبها؟ 180 ناقص الزاوية. ممتازة. 180 ناقص الزاوية اللي عندي، كم الزاوية احنا الأساسية المرجعية اللي أخذناها؟ 30. لا يا مس، 60. 60. 60. احنا بنشتغل على الاساسيه 60. 180 ناقص 60 كم؟ يعني اما الزاويه هاي اللي جوا، شو ان شاء الله شو معطيك اياها؟ معطيك اياها 2 سين تساوي، بسال حالي بتنزلها زي ما هي، بسال حالي سؤال، اني الزاويه اللي جايبها جذر الثلاث على 2 ال 60، وكمان وين موجب في الربع الثاني 120. بس انتبه لما يقول لك حل معادله هو مش عايز 2 سين، هو بده سين، فهنا بدنا نقسم على 2 على 2، منها س تساوي 30. هل ال 30 تنتمي للفترة بين الصفر وال 90؟ نعم إذا تنتمي، لأنها هي س. طيب يلا قسمي على 2، قسمي على 2، س الزاوية الثانية شو طلعت يا مس؟ 60. هل تنتمي للفترة ولا لا؟ تنتمي. إذا شو مجموعة الحل طلعت؟ 30 و60. برافو عليك. كمان مرة، في طلاب بيستصعبوها، انه انا هسه اني الزاويه بطلت سين، صارت الزاويه 2 سين، فانت بتحط عادي 2 سين زي ما هي، بعدين بتسال حالك الاسئله اللي سالناها، تجيب وين موجب؟ في الربع الاول والثاني، مين هي الزاويه اللي جايبها جذر الثلاث على 2 ال 60؟ وبتشتغل عليها للثاني في الربع الثاني 180 ناقص 60 120، انا ما بدي 2 سين، انا بدي سين، فبنقسم على 2، لان عكس الضرب قسمه. في حدا عنده اي استفسار يا مس لهان؟ وبنقول يا مس في الربع الأول 30، نعم بنقول كمان في الربع الأول إنه هي 30. كيف يعني؟ مش فاهم عليك. مس يا مس إحنا عندنا هي في الربع الأول وفي الربع الثاني، في الربع الثاني قلنا 180 ناقص 60، وفي الربع الأول في الربع الأول بنحطها 60. خلاص نعم صح. تمام وضحت. يلا مين حل لنا رقم 8؟ نعم يا مس تفضل. واضحة واضحة. يلا بدي حدا يحل لي رقم أنا 8. بدي أحل. تفضلي يا مس، شو اسمك؟ نور. تفضلي يا نور. هلقيت أول إشي بنسأل حالنا جت السين متى يكون موجب في الربع الأول والربع الرابع؟ تاني إشي بسأل الزاوية نفسها جت السين بتكون نص في الربع الأول، نص يعني 60 تطلع، والربع الرابع 360 ناقص 60 بتطلع عندي 300. يعني منقول الزاوية اللي عندي اللي هي 2 سين، راح اتنين تكون سين 2 سين،
راح تساوي يساوي يعني 60. الكافية اللي جتاها نص 60 60، أو الزاوية اللي أو معطيك 300. إياها راح تساوي في الربع الرابع بنقول 360 ناقص 300 360 وتساوي 300. 60. يلا على 2 على 2 شو إيه 60 تساوي تقسيم تساوي 30. هل تنتمي للفترة بين الصفر وال 180 ولا لا؟ نعم تنتمي تنتمي. يلا الثاني 2 سين يساوي 300، على 2 على 2 سين تساوي 150. هل ال 150 موجودة بين الصفر وال 180 صحيح تنتمي. يعني شو مجموعة الحل؟ مجموعة الحل 30 و150، لما بنحولها لريديان تطلع بايعة 6، و150 خمسة بايعة ستة ضرب باي على 180 بتطلع خمسة بايعة ستة صح؟ 5 بايعة 6. صحيح. نعم صحيح. في حدا عنده أي استفسار يا مس؟ في حدا عنده أي سؤال؟ واضح؟ واضح يا مس، يلا واضح يا مس. في حدا يحل واضح. رقم 9؟ شوي بس نكتبها مجموعة الحل. المعايير 30 وال150 وعرفنا كيف حولناها لتقدير دائم.